كنت برضو في الكويت فترة قصيرة، خدمت فترة في جامعة كاليفورنيا قسم زيادة الجامعة خريج جامعة اليمن. فقضايا المياه في الأردن لخصتها بما يلي: أولا اللي بنسميها قضايا المياه الإقليمية أو الحدودية، عندنا مشاكل، يعني بديش أدخل التفصيلات، عندنا مشاكل في نهر اليرموك، في نهر الأردن، عندنا مشاكل بحوض الديسل، الأحواض الجوفية المشتركة.